موضوع غلق المخيمات وجاء نتيجة وضع خطة طوارئ لإغلاق المخيمات، وهي تتزامن مع برنامج الحكومة التي عرضها دولة رئيس الوزراء في إغلاق ملف النزوح. فالوزارة بحكم مسؤولية القطاعية في هذا المجال الحقيقة باشرت بغلق المخيمات، واعتقد التقرير الذي تحدثنا عنه في السابق اختلف كثيرا عن ما هو عليه. الآن نحن غلقنا 19 مخيما، والآن كربلاء وديالة وصلاح الدين وبغداد خالية وكركوك خالية من المخيمات. بقى لدينا فقط مخيمين، إحداهما في نينوى والآخر في عامرية الفلوجة. يقطن هذين المخيمين حدود 2400 في جدعة وحدود 850 عائلة في عامرية الفلوجة. نعم، أسألك أستاذ علي فيما يخص الخطط ما بعد الإغلاق، يجب أن يكون هنالك خطة معينة لإجلاء العوائل في أماكن، يعني في حال تم تدمير منزل هذا النازح أين سيذهب بعد الإغلاق؟ الحقيقة الخطة كانت تسبقها إجراءات. أولا الإجراءات هي دراسة نوايا العودة اللي طالت كل المخيمات، وفرزنا التحديات. من ضمن التحديات هي الدور المهدمة، التدقيق الأمني، عدم وجود فرص عمل، عدم وجود خدمات، كل هذا خليناه بنظر الاعتبار. فيما يخص الدور المهدمة، الأخوة يعني اللي ساكنين بالسلامية يسمعوني الآن، أغلبهم شملوا ببرنامج نذهب ونرى، واللي هي عدتها المنظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتأهيل الدور، وكانت حصيلة هذه الترميمات طالت حوالي بحدود، نتحدث اليوم بحدود 3000 بيت بين الأنبار ونينوى. يعني أعتقد نينوى كان الحصة الأكبر لها، وبالتالي هذه الدور تأهلت لإعادة هذه العوائل إلى مناطقها. ونعم هناك مشروع آخر مع وزارة التخطيط بتأهيل البنية التحتية لمناطق العودة، سوف ترى النور خلال الأيام القريبة القادمة. سؤالي بالتحديد سيد علي عن الناس الحين الذين كانوا يسكنون هذه المخيمات، هل هم الآن في منازل أو سكن وفر لهم من قبلكم أو من قبل جهات مختصة؟ احنا اشتغلنا بخطين. الخط الاول هو مثل ما اسلفت بخصوص تأهيل الدور بالتنسيق مع المنظمات الدولية، والخط الثاني هو تزويد العوائل التي لم تشمل بهذا بكرفانات. فكانت حصة الكرفانات الى نينوى بحدود 200 كرفان ضمن العياضية ومناطق تل احفر وقسم من ايمن الموصل وقسم من عدها الحضر وكذلك إلى صلاح الدين ومثلها في أنبار. في موازنة 2021 أستاذ علي، هل سيتم إعادة منحة العودة للنازحين؟ نحن طالبنا ونطالب ودائما، وبالأمس كنا في البرلمان، اللجنة البرلمانية اللي هي للمرحلين، وقبلها كان اجتماع مع السيد نائب رئيس الثاني للرئيس المجلس النواب. احنا طالبنا بتخصيص المبالغ الكافية للوزارة، لأن الوزارة ألزمت نفسها أمام فئات عنايتها من العائدين والنازحين أنه سوف تطلق مبلغ 1.5 مليون لكل عائد، وهذا بحد ذات التزام دولة أمام مواطنية. بالتالي على الدولة أنه نطالب بتخصيص مبالغ تكفي على الأقل، لا نقول كلها، على الأقل عدد لا بأس به حتى الوزارة تكون أمام مصداقية للناس. وبالتالي هو المبلغ قد لا يشكل، لكنه يعني إرسال رسالة أنه هذه العوائل لن تترك وتبقى هي ضمن استراتيجية الوزارة.